اجيب معاك. ماشي يلا خلي الله يتنشر. تعالى تعالى تعالى. انا شايفك وسامعك مستنينا. هكم طبعا يا هاني، برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي الماتش على شاشه صدى البلد. اكيد فرحه كبيره جدا بالنسبه لفريق سيراميكا كليوباترا الحاصل على كاس رابطه الانديه المصريه للمره الثانيه في تاريخه. معنا واحد من نجوم اللقاء طبعا، احمد الحاج طبعا، اللي اكيد بنقول لك تحيات زميلنا هاني حطحوت، وبقول لك مليون مبروك كاس غاليه بالنسبه لسيراميكا كليوباترا وفي مشواره هذا الموسم. ايوه شكرا، شكرا لكم، شكرا لكل الناس، الجمهور سيراميكا والناس والنادي بتاع سيراميكا اللي ما كان موجودين في الملعب النهارده. كان ماتش صعب قوي صراحه طبعا يعني، ولازم نشكر نادي الجيش عشان برضو عمل بطوله كويسه قوي، وبرضو كان ماتش صعب بعد الطرد الانذار احمر سهلنا الماتش شويه، واحنا برضو كنا مركزين من الاول ديه، وكنا في الاسبوع ده معسكر مع كابتن رمادي، ركزنا يعني الاسبوع كله عشان ناخد تاني بطوله للنادي، وان شاء الله توفيق ربنا كسبنا، ولكل النادي كل الناس كل الجهاز كله مبسوطين، وانا برضه مبسوط عشان الاول بطوله ليا في مصر. شايفك بتحاول تتكلم لغه عربيه عاميه كده. انا بالعافيه بالعافيه بالعافيه. طب قول لي بس النهارده، يمكن عايز اتكلم عن دعم الاداره الحاج محمد ابو الامين طبعا. مبروك يا صاحبي. هو بيتكلم كابتن ريان، انتوا علمتوه اللغه العاميه بتاعتنا؟ لا ده مصر اكتر مننا. وانا النهارده مبسوط. هو عارف المكسب فين، رحنا حلقنا مع بعض، هو ده المكسب. مبروك يا صاحبي. مبروك يا ريان، مبروك. احنا على الهوا دلوقتي وهاني حتحوت معانا وكل شايفكم على فكره النهارده. محمد ابو العيله طبعا، عايز اقول بقى اسم الدلع روشه بقى هاني، انت عارفه طبعا والنجوم. بس انا عايز اخلص مع بالحاج، شعورك النهارده وتنقلوا لنا دعم مجلس الاداره. شفت وعرفنا ان الحاج محمد ابو العنين عمل محادثه فيديو كونفرنس معاكم من اربع ايام، والنهارده الاستاذ طارق ابو العنين بنفسه وبيحتفل معاكم داخل غرفه الملابس. ايوه ريان كلم انت ريان عشان انا طبعا مبارك الحاج محمد ابو العنين ومستر طارق وكل الجهاز الفني والاداري والطبي واللعيبه. الحمد لله احنا تعبنا السنه دي، والسنه طويله قوي قوي قوي، والحمد لله قدرنا نحقق ده وناخد بطوله في نهايه السنه، وان شاء الله الفتره اللي جايه تبقى احسن واحسن وننهي في مركز كويس في الدوري ان شاء الله. هو ليه بيخليك متحدث رسمي؟ انا عارف الكلام دول بس متخبط شويه. طب قولها باي لغه، قولها باي لغه. هنقول لك باسبانيول، هنقول بامو حبيبي. يعني محمد انت محلل اداء رائع بسم الله ما شاء الله، شعورك النهارده بالفوز معاك شغال ولا مش شغال؟ سمعت الكلام طيب؟ قول لي بقى مع هاني انت على الهوا. بمسي على كابتن هاني وبقول له متألق دايما. احنا والله عايز اقول لحضرتك ان احنا البطوله دي غاليه جدا علينا، الاحداث كتير، ان احنا فعلا تعبنا الموسم ده ماتشات، ان انت تقف وترجع تلعب في وقت قليل ماتشات كتير. بس انا بشكر الحاج محمد ابو العينين ومستر طارق ومستر معتز وكل مجلس الاداره بصراحه دايما في ظهرنا، بيبتلوش علينا باي حاجه، فبهدلهم الفوز ده والمكسب والبطوله دي، وان شاء الله ان شاء الله مزيد من البطولات ان شاء الله. النهارده فرحانين ليكم كجهاز فني، انتوا تعبتوا وبتشوف. خليني اقول لك برضو النهارده طبعا ان انا شغال مع الكابتن ايمن الرمادي طبعا. والله طبعا خليني